بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل به نستعين منه سبحانه وتعالى دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. إذن أيها الحفل الكريم نحييكم من أرضية هذا الميدان ميدان بوسمرة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة بهذا الصباح صباح يوم الاثنين ايضا 29 من شهر 11 لعام 2021. بسم الله وعلى بركة الله اعلنت الانطلاقة الشوط الاول اول اشواط هذا الصباح للابكار الاذاعة المحليات الاصايل سن الاذاعة سن المتعة والإبداع تندفع الشعارات. نطلب التوفيق لجميع المشاركين والمنطلقين والأسماء المشاركة بهذا الشوط. سلهودة مشاركة بهذا الشوط ومشكورة، وسام، بلبلة، نسايم، أغثيوة، وقاية، وتعبير، وراهية، الوارية، فال، الذربة، وأيضا صاد، والظبي، وشواهين، وفرحة، وسلهودة، أرباح، عزايم، مهابة، الذاير، وحشيمة. ما شاء الله، يا هذه الأسماء، يا هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة بهذا المسار. ننطلق مع سلهودة، سلهودة القائدة الأولى بهذا المسار بشعار مغير بن سالم بن حارب العميمي. بينما ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني حشيمة بشعار عامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي. بينما ننتقل مع المركز الثالث، المركز الثالث وصلت شواهين سالم بن متعب بن سعيد الاكتبي. المركز الرابع تتقدم مهابة ناصر بن سالم بن محمد الاكتبي. بينما المركز الخامس، خامس الاسماء، الذاير الذاير محمد بن صالح بن علي الحميري. والمركز السادس، هذه مع المركز السادس ايضا تعبير مسلم بن عبيد بن عرطي الحميري. والمركز السابع، سابع الاسماء والشعارات، هنالك ارباح حمد بن سيف بن عبد النعيمي. اما المركز الثامن، المركز الثامن بلبله بلبله عبد العزيز بن جمعه بن مبارك الاحبابي. مع المركز التاسع والمركز العاشر، اغثيوه محمد بن سالم بالحوته العامري. من يقدم لنا غثيوة على عاشر الاسماء؟ هذه النتيجة والنداء الاول للعشرة الاسماء الاولى للعشرة الشعارات في الشوط الاول الرئيسي بالفعل. شوط المحليات، شوط الضباب وملتقى الاحباب. نتابع الاسماء، نتابع الشعارات الخلفية ونعود الى مقدمة الشوط مع الشوط الاول. والشوط الاول حضر الله ولاما نقوة تصايل ضمرا مثل الريام طافني قادا عرض يمشي النظام وصفا على حبل من الضغط انسام. يا ابو حارب يا راعي سلهودة سلهودة سلهودة. هنا بدأت الشوط تقود مغير بن سالم بن حارب العميمي. من يقدم لنا سلهودة في القيادة والمسيطرة؟ هنا السيطرة الكاملة، السيطرة الفعالة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني نتابع الشعارات القادمة هنا مع ثاني الأسماء الواصلة مع المركز الثاني بهذه اللحظات. حشيمة، حشيمة
حشيمه يا حشيمه مع اهل المسعودي عامر بن عبد الله بن محروم المحرمي والباحثه عن موقع الحشمه بالفعل هنا، بينما المركز الثالث الذاير ايضا اهل المسعودي قادمين مع الذاير محمد بن صالح بن علي الحميري، والمركز الرابع تعبير على المركز الرابع مسلم بن عبيد بالعرطي الحميري، والمركز الخامس شوف اللي وصلت بلبلة عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي يقدم بلبلة على خامس الأسماء. المركز السادس تتقدم هنا مهابة ناصر بن سالم بن محمد التبي. المركز السابع من الجانب الآخر تتقدم أرباح حمد بن سيف بالعبد النعيمي، الله يا هذه الأسماء. بينما المركز الثامن غثيوة مع المركز الثامن غثيوة محمد بن سالم بالحوته العامري، والمركز التاسع مشكورة أحياء بن قنون بن سعيد التبي على تاسع الأسماء. أما المركز العاشر بنشوف وبنكمل النداء، نداءنا الثاني للعشرة الأسماء. تتقدم هنا الوارية سهيل بالدليلة العامري هنا يقدم لنا اللي هي الوارية على عاشر الأسماء. هذه النتيجة، نتابع الشعارات الخلفية ونعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول بعد النداء الثاني إلى أيضا سلهود مغير بن سالم بن حارب العميمي. أهالي الرميلة يطالبونك بالسلام يا أبو حارب، يطالبونك بالسلام. هنا مع سلهود وصلت الأسماء ووصلت الشعارات ووصل الجماعة ووصلوا أهالي الطلايب بالفعل هنا القادمين. وصلت أرباح حمد بن سيف بالعبد النعيمي قادما مع أرباح الباحثة عن الفوز والانتصار. المركز الثالث تتقدم هنا تعبير مسلم بن عبيد بالعرت الحميري. المركز الرابع بلبلة عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي، الله يا هذا الشوط، لمن ناموس هذا الشوط، لمن ناموس الشوط الأول غير. بالفعل هنا مع هذه الأسماء وصلت هنالك أيضا مشكورة أحياء بن قنون بن سعيد التبي، ولكن البداية والمقدمة الأولى بلبلة هنا بدأت تسبب البلبلة هنا لشعار عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي. المنعطف الأخير كيلو التحديات، الكيلو اللي ما بعد كيلو. يا مضمرين يا متابعين، بقيادة بلبلة عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي من يقدم بلبلة غايدة هذا المسار. وصل بالعرطي، وصل التعبير مسلم بن عبيد بالعرط الحميري. المركز الثالث وصلت هنا أيضا الذاير محمد بن صالح بن علي الحميري. المركز الرابع، والله شوف الأسماء القادمة هنا أيضا أحياء بن قنون بن سعيد التبي مع مشكورة، وشوف اللي غيرت الوارية سهيل بالدليلة العامري، ولكن ما شاء الله تبارك الله بلبلة بدأت بالانطلاق على البداية الأولى والرقص الأول. عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي من يقدم بلبلة، وهنا أيضا تعبير تحاول تعبير مع بالعرت الحميري، ولكن بلبلة مع عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي. أول أشواط هذا الصباح مع بلبلة، سلام الأحبابي، سلام بلبلة سلام، ويا حلو أخبارك يا بن مبارك ثانينا. والناموس المركز الثاني تعبير مسلم بن عبيد العرطي الحميري، والمركز الثالث وصلت أيضا راهية مع المركز الثالث. أول إذاعة لراهية عبد الله بن علي بن حامد
الوهيبي، والمركز الرابع الوارية. المركز الرابع وصلت الوارية سيل بالدليل العامري. المركز الخامس، المركز الخامس ايضا حاملة رقم خمسة نسايم مطر بالذيب بن خلفان النعيمي. بالفعل اول اذاعة لنسايم بالمركز الخامس. هكذا التوقيت الزمني، توقيت هذا الشوط 9 دقائق 24 ثانية و80